عندنا معكرونه بالبيستو او بالريحان وعندنا كيش لورين. عندي ملح، بهار ابيض، بس بهار بصل وبهار ثوم، عندي اوريجانو، زبده وزيت دائما عندي اياهم موجودين. للحشوه بدي بصل جوليان، عندي ثوم، فطر وجبنه قشقوان، عندي كريمه فريش وبيض. هلا للعجين انا شو بدي؟ بدي طحين، شويه ملح وبهار ابيض طبعا، زبده ومي فقط. هنبلش اول شيء انا عندي بالبصل والفطر بس مشان يبردوا عندي واحسن استغل الوقت. اول شيء حننزل زيت وزبده، هلا هذا طبق فرنسي كثير طيب غني. هلا هن قريب للتارت، في اشخاص بفكروا تارت هو حلو، هو لا منه حلو، هو مالح. البصل يفضل انه يكون بصل احمر بيعطي طعم اكثر، لانه البصل الاحمر فيه نسبه سكر اكثر من الابيض، نحن بدنا اياه شوي طبقنا شوي يكون في حلاوه. هلا من هون ليصيروا البصل احنا حنفرم التومه، عندنا هون حبتين توم، ننزلهم فوق منهم. هي الفكرة انه انا هلأ بدي البصل والثوم مع الفطر، انا هدول بدي قليهم اتركهم شوي ليبردوا، بعدين بنزلهم على الكريم والبيض. ما بحسن نزلهم هن وسخنين، لانه انا البيض بطبخه اذا بدي نزل اي شيء سخن عليه. هلأ هننزل بالفطر، انا الفطر مقطعته، اذا كان قطع صغيرة او حبات صغيرة خلوه مثل ما هو، انا هدول في عندي قطع كتير صغيرة حخليهم هيك بيعطي منظر حلو للطبق. كمان حنعمل لهم تقليبة. هلا الفطر من الخضار اللي دغري بتسحب دسم، يعني لازم يكون انا عندي في نسبة دسم منيحة لانه مثل الاسفنج الفطر. هلا هون بس هيك تقليبة بسيطة، بدي يكمل شواء بالفرن، حنتبلهم مع بعض ملح. الكيش بالعموم هي عجين شبيه بعجين التارت بس مالح. هي بهار ابيض، هلا بقلكم هاي المعلومه مشان اذا حابين تغيروا عن هاي الوصفه، نعتمد نحن بس الكيش ومنغير حشوات من جوا. شويه اوريجانو بسيطه، نعمل له رد تتبيله، نتركهم ليبردوا شوي. تمام، هلا هيك انا عندي صارت الحشوه تقريبا جاهزه، حاطفيه تحتها. طيب شو حنعمل للكيش؟ هون انا عندي بس لنشفها لانه فيها شويه مي، انا هون عندي طحين اللي هو اساس الكيش، حننزل عليه زبده تكون بارده بعكس التارت الحلو. التارت الحلو المفروض الزبده تكون بحراره المطبخ، هون عنا الزبده لازم تكون بارده. شو الفكره؟ الفكره انه انا بدي اعجن بالمي، يعني انا في عندي نسبه سائل، وقت بتكون عندي انا الزبده طريه بقوم انا عندي الجلوتين بشد، مشان هيك انا بحط الزبده تكون بارده، يعني انا من البراد مطلعتها. هحط هون نسبه الزبده، حنملح بس ملح وشويه بهار. وهلا نحن بنحاول انه انا مثل انه بعد حبيبات الزبده عن بعض، انا بحسن ساويه بالعجانه وبحسن ساويه بايدي، لما انا ما حرز الكميه كثير للعجانه، فانا بس هيك بحاول انه انا بعد الزبده عن بعض مشان انا يتخللها، مثل بيقولوا لها هي عمليه تبسيس، انه انا فوت الزبده بقلب الطحين بدون ما انا اعطيها حراره، تكون عندي بعدها شوي قطع. هلا لشو هي العجينه بتستخدم؟ ممكن انا غير الحشوه الفطر والبصل ممكن احط لحوم بارده. هلا هو الاساس بده يكون باي حشوه بده يكون عندي كريم وعندي حليب، هو الاساس هذا، بس انا بشو بحسن غير؟ ممكن ساوي دجاج، ممكن ساويها بروكلي، ممكن ساويها بس خضار، بساويها فليفلة ألوان، ممكن لحوم باردة، ممكن جبنة، بس أنواع جبنة، بس دائماً الأساس لازم يكون عندي كريم وبيض. هاي هي الأساس اللي بدأ يكون بقلب الكيش.
هلا هون تقريبا فتتت عنا، لازم يكون فيها قطع هيك شوي صغيرة زبدة. بعدين حننزل بالمي، المي كمان بدها تكون باردة، بدي انزل فيها شوي شوي، يعني معلقة معلقة، بس لحس انه انا اخذت عندي العيار تبعي بوقف. ليش؟ لانه انا ما بحسن كتير زود له مي، يعني بدها تاخذ تقريبا عيار كتير قليل مي، بحسن كمان ضيفه حليب اذا ما بدي ضيف مي. كمان شوي تمام. هلا هيك حنعجنهم قد ما فينا لحتى الزبده والمي والطحين كلهم يتجانسوا بقلب بعض. هلا شو بده يصير؟ انا بدي افردها بقالب مثل قالب التارت، هو قالب الكيش نفس ترتيب قالب التارت، ممكن يكون في منه مفتوح اللي هو اسهل بالشغل، وممكن يكون المغلق. انا شو حساوي؟ بدي افردها واشويها نص شويه بالفرن. هلا وصلنا تقريبا السماكة اللي انا بدي اياها، بس لنفرد وحده سوا مع بعض لورجيكم شلون بتصير. هلا حقول انه انا هاي حاخذ شقفه من العجين، شايفين شلون حافردها هيك هون. هي قريبة كمنظر عجين، هو العجين التارت. اخذ شوية طحين هنفرد مع بعض. بدها تكون تقريبا 5 ميلي سماكة العجينة، مو اكتر من هيك. انا ما تركتها ترتاح، انتو حاولوا تركوها ترتاح شوي. بتبلش الزبدة تفرد مع الطحين. تمام هلأ هيك منيحة. شو حساوي أنا؟ أنا عندي هدول قوالب التارت، في عندي قوالب صغيرة، في عندي قالب مثل هذا اللي أنا مساويته قالب كبير. هلأ هدول بيجوا منهم قياسات، يعني لعدد الأشخاص بيجي منهم قياسات. أنا حأخذ مثلا هون قطعة، حط شوية طحين تحت، بعدين بمسك القطعة نفس ترتيب التارت تماما. حاول قد ما في انه انا اضغطها منيح، بعدين بظهر السكينة او ظهر المعلقة حاول انه انا اشيل كل شيء زيادات هيك. هلا باخذها مثل ما هي، فوتها على الفرن تقريبا 5 دقائق 10 دقائق. انا بدي اشويها نص شوية، ما بدي اياها شوية كاملة، وبعدين بنكمل الحشوة تبعنا. انا هون شاوية بعضهم كمان هيك لمدة 10 دقائق فقط. حنبلش نساوي الحشوة مع بعض مشان دغري نفوتها للفرن. هلأ هون أنا عندي الفطر والبصل والتومة، بعدين هون عندي البيض حننزل فيه. بعدين ننزل بالكريم، هون عندي كريم فريش، شوف قديش ممكن تاخد. بعدين بنرجع منضف له. هلأ هاد الأساس تبع الكيش لورين، هي لورين والكيش هي القاعدة اللي نحن اشتغلنا عليها. أنا هون متبلة، ما في داعي لأرجع تبل. أنا حاعتبر إنه القطعة اللي ساويتها معكم هي نفسها، هي خالصة شاويتها بالفرن لمدة 10 دقائق. بعدين باخذ نفس الصوص اللي أنا ساويته حطه هون. فكرة كتير طيبة غريبة، يعني بعض الناس حتلاقيها كتير غريبة، بس عن جد جربوها كتير طيبة. ظريفة كتير لحفلات الكوكتيل إنه نساوي قطع مينيوت صغيرة. وبعدين حط لها شوية جبنة هيك من فوق، موتزاريلا. وبعدين حنفوتها على الفرن، ما حتكون كتير حتاخد شوى بالفرن لأنه بالأصل هي مشوية. قبل ما أترك معكم بس تاني، نحنا كمان طبقنا التاني حيكون باستا. أنا حأستعمل باستا دولامي، بس حأسلقها مي وشوية زيت وشوية ملح عشان بدنا نرجع مع بعض نكمل طبقنا الثاني.
هلا حنبلش بالمعكرونه تبع البيستو. هلا شو في عندي لمعكرونه البيستو؟ البهارات اللي عندي هي ملح، بهار ابيض، بهار بصل وبهار ثوم، عندي زبده وزيت وطحين وحليب وكريمه، هدول للرو او للكريم الصلصه البيضاء، وعندي هون البيستو، عندي جبنه، وعندي الباستا اللي سلقناها باول جزء. هلا شو حساوي؟ اول شيء حبلش هو عندي انا بالصوص الابيض، حننزل زبده وزيت بعدين حننزل الطحين هلا هون عم ساوي انا بشاميل عادي مثل كل مره بنساوي فيها بس هيك بستنى ليتحمص عندي منيح الطحين وتروح الطعمه منه بعدين ببلش. هلا صوص البيستو نحن اليوم جايبينه جاهز، انتم بتحسوا تساووه بالبيت. هلا هو مكلف شوي بس يعني ممكن بصير، بس هلا منه وقته لانه هو بينعمل من ورق الريحان وهلا ما في ورق ريحان بالسوق. تمام هلا هيك عندي صارت منيحه مثل العاده، انا الحليب عندي مسخنته. بلش انزل كبجايه كبجايه انا وعم حرك هيك لحتى الاقي انا السماكة اللي انا بدي اياها. كل شوي ننزل كبجايتين، فكرة انه انا بنزلهم بالتدريج مشان عندي ياخدهم كلهم لطحين ما يفصل عندي، يطلع عندي المزيج سلس هيك وكريمي. تمام هلأ بما انه بلش شوي نشف عندي بحاول انه انا اكتر الكميه. دائما العيار الدسم بده يكون قد عيار الطحين، يعني انا حطيت 4 معالق دسم بحط 4 معالق طحين. حرك كل شوي، اول شيء حتى ما عندي تحترق من تحت الصوص، وثاني شيء مشان كل ما انا ضربت كل ما طلع عندي الكريم سلس اكثر. بدي حنكمل الحليب هيك لحتى انا الاقي انا السماكه اللي انا بدي اياها، بنزل بصوص البيستو. اذا كان في بوقتها ريحان قطعوا كم ورقه ريحان ونزلوهم مع تنسيف الزبده، كثير بتعطينا طعمه طيبه. ومنخلي كم ورقه بس بالنهايه لانه الريحان على الزبده شوي بده يسود، فانا بس بدي اخذ الطعمه بعدين باخذ الشكل من اخر حبتين. هلا تقريبا صار الصوص عندي جاهز، او شوي النار عليه. هي هون عندي البيستو، البيستو مثل ما قلنا هو ريحان، زيت زيتون، صنوبر، جبنه بارميزان وثوم، هي صوص الريحان، صوص البيستو. هحط هون معلقتين، يعني في حال انتم حابين تساووه هلا من جديد صايرين عم يستعيدوا عن السنوبر يحطوا كاجو، يعني مشان السعر تبعه عم بيحطوا كاجو عواضه. صار عندي الصوص اخضر، هرجع رد حط كمالة الحليب. وبنحاول نحن على التقديم ننزل الباستا او المعكرونه، يعني انا ما بنزلها غير انا وقت اللي بدي اقدم. ليش؟ لانه انا عندي الصوص دغري بده يغب المعكرونه دغري بدها تغب الصوص، بقى انا ما بنزلها غير انا وقت اللي بدي اقدم دغري. تمام بس هلا هننزل شوي من الباستا ونتبل مع بعض لانه انا بعدي ما تبلت. نتبل مثل العاده ملح شوي ما حكتر لانه البيستو فيه ملح بالاصل، شويه بهار ابيض، بس بودره الثوم فقط، ما في عندي بودره بصل لانه بالاصل ما عندي بصل. نعمل لهم هيك تقليبه
بسيطة من الأكلات اللي كتير طيبة والأكلات اللي بنطلبها بالمطاعم واللي سعرها غالي إذا نحن سويناها بالبيت. آخر شي بنضيف شوية جبنة قشقوان أو جبنة موتزاريلا وشوية كريم، هدول بيكونوا بالآخر. آخر شي بنقدمها هيك، بنحط لها شوية جبنة قشقوان على الوش وبس تكون خالصة، وهيك خالصة مع بعض أكلتنا. يا سلام. قدمنا الكيش هون طبق للعيلة، بس عيلة صغيرة يعني شخصين ثلاثة، إذا حابين نحن منكبر. هون عنا طبق فردي، وهون عنا الباستا، حنضيف لها آخر شي شوية كريم فريش. وصحتين وهنا.